تطلب الأمر مني مكالمة واحدة. أنا لا أبالغ في التفاخر، لقد أبرمت الصفقة، نعم، بمكالمة واحدة. كانت تلك هي المكالمة الأولى التي أجريت معهم بهذا الشأن خلال 35 عاما. لا أعتقد أن أحدا اتصل بهم قبل ذلك بهذا الخصوص. هي صفقة رائعة من طرف واحد. لقد قلت لهم: لا بأس، أنا أفهم أن لديكم ميزانيتكم التي تعودون إليها، لكن في السنة المقبلة التي لم يتبقى لدخولها سوى أسبوعين سوف أتصل بكم مجددا، وسوف يتعين عليكم أن تدفعوا أكثر بكثير، فهذا غير منصف. نحن ندافع عنكم وأنتم أثرياء، كما تعلمون نحن قد ندافع عن أناس غير أثرياء وربما يكونوا تعرضوا لإساءة المعاملة بصورة فظيعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأشياء من هذا القبيل. تلك حالة مختلفة تماما. أما هذه فبلدان غنية. لقد احتاج الأمر إلى اتصال هاتفي واحد لنحصل على 500 مليار دولار. لا أظن أن هذا رهيب، إلا أننا سوف نحصل على المزيد، ولدينا الأمر نفسه مع الكثير من البلدان الأخرى. انظروا، السعودية بلد شديد الثراء، ونحن ندافع عنهم ونقدم لهم الدعم، والسيولة المالية هي أكثر ما لديهم، ونحن نقدم لهم العون، وهم يشترون الكثير من بلادنا. لقد اشتروا ما قيمته 450 مليار دولار، وبعد ذلك نجد لدينا من يريد أن نقطع الدعم عن السعودية. لقد اشتروا منا ما تعادل قيمته 450 مليار دولار، وأنا لا أريد أن أفرط بهم، لكن الجيش الذي نقدم له المعونة هو جيش السعودية. لذا اتصلت بالملك وأنا معجب به. قلت له: أيها الملك، إننا نبذل كل شيء في الدفاع عن السعودية، وأنتم تملكون أموالا طائلة. هذا صحيح، هذا صحيح. ثم أجاب الملك قائلا: لكن لما تتصل بي؟ لم يسبق وأن فعل أحد ذلك من قبل. فقلت: لأنهم كانوا حمقى. وهكذا أنجزنا الصفقة مع السعودية حول الكثير الكثير من المسائل.